الموبيل بعيد وجيت على رجليا باش ما يشوفني حتى واحد. علاش بغيتي تشوفيني بحال هكا؟ هكا شنو هادشي؟ هاد الوراق باش تفك راسك انت وعائلتك من هاد العصابه. خدمه نقيه هادي. قولي السي عزيز رشيد ما كيخونش. رشيد اش كتخربق؟ فين غادي؟ باين تيست هذا. اش من تاس كدوي عليه دابا عزيزي؟ الا بغا يدير لك تاس غادي يجيب لك هاد الوراق. هاد الوراق انا اللي خديت فيهم الريسك ومشيت قلبت عليهم بيدي باش تعطيهم ليك. هادشي كله باش تفك راسك انت وعائلتك من هاد العصابه. هاكا شد. علاش انت باغا ديري هادشي زعما؟ حتى انا بغيت نتفك. انا راه ما بقيتش قادر على هاد العيشه. وعلاش اختاريتيني انا بالضبط؟ حيت انت الوحيده رشيد اللي حسيت بك انك ماشي من هاد العالم ديال راجلي. كنشوف فيك انا هادشي مفروض عليك بحالي. رشيد هادي الفرصه ديالي انا وياك باش نخرجوا راسنا من هادشي. هاد الوراق هادو راه ما نقدروا نديروا بهم والو. شوف مزيان. ما انت شوفي حتى حاجه ما بسميتو. غادي غير نعرضوا راسنا وعائلتنا للخطر. شنو الحل؟ خاصك تلقاي اوراق اللي يطيحوا الريوس كلهم. حيت الا بقى غير واحد ما غاديش يسكت، وغادي يقلب ويعرف شكون اللي سرب هاد الوراق، وما يرحموناش انا وياك. عزيز عارف راسو اش كيدير. هاد الوراق كتقول عليهم انت رشيد، سيغمو مخبيهم فشي بلاصه باش ما يوصلهم حتى شي واحد. دونك خاصك تلقايهم، ما عندناش حل واحد اخر. غادي نحاول. انا متاكد تلقايهم. شوف عزيز لا ما تمشيش اش خليك ماشي. الو الو حبيبه ديالي باقا مقلقه عليا؟ لا حبيبه، على انت درتي شي حاجه باش نتقلق عليك؟